اسهل ثقافة العامة. مشيت المثقف ديما شلة وكريق. لا من هنا شكون مثقف شلة؟ سليم. لا لا نحن هاو كيفاش قسمناها سليم سنهاجي. لا ما قلقنيش. لا لا هاو كيفاش قسمناها. مرة مغرومة بالحيوانات دونك مشيت في ثقافة الحيوانات. انت اكثر موسوعة في الثقافة العامة فينا معناتها هذايا ما غير تفاد ليك خاطر العمر في العمر والقدر والخبرة دونك هذاك ثقافة العامة. انا في الفن دونك دونك معناتها في الدومين من هلال في السبور دونك يظهر لي ما نجمش نكون انا في الثقافه العامه وانت في الفن سينو انت صحيح بربي صغير انا اخترت مش خاطر نحب الحيوانات كهاو لا اما خاطر الاسئله هذوما اسهل اسئله فوالا دونك يربحوا العباد هو الاديتور اللي باش يلعب معنا اليوم على 150 دينار تو مره وتفسر له اكثر اللعبه كيفاش جاتني نكته قبيليك على الفيسبوك قريتها قال لك بوتبيله وانت البارح حكيت على بوتبيله سليم السنهاجي بوتبيله في حي النصر قال لهم هيا عاد قوموا سي با غراف سي غراف راه ما عادش بكري ومحمد عزيز من حي النصر باش يزيد ياكد لنا الحكايه هذيا عسلامة محمد عزيز عزيز مرحبا رمضانك مبروك وسنين ديما دونك عزيز بالحق بوتبيله في حي النصر يقول هكيكا لا جايبين ما عندهم الحكايه والفاحه فماش طلعت الجمله نفذكم يعني نصر الصباح نفذكم انتو كاتا حي المستمعين كل في النصر دونك فماش بوتبيله في حي النصر داكوغ هاي حتى في دوس كامله مع نكته نكته اي بالالارم دونك عزيز بحذاك راديو عزيز يا اخي لا ولا لا باهي دونك فهمت اللعبه شويه الكونسيبت تاع اللعبه اي تبعتكم البارح فوالا دونك فهمت دونك عندك 150 دينار هكا باش تميزي على الفلوس اللي تحب عليهم على واحد من الشله تختار معناتها كل واحد قداش تميزي عليه دونك كيما قلنا امير اسالته شو تكون في الفن سليم في الثقافه العامه امين في السبور وانا ثقافه الحيوانات هاكا هاكا قال لك خاطر ما لقيتش كيفاش نقولها يلا قول يا عزيز كيفاش تقاسم 150 والله برزولي 100 عليك انت يا علي راه مش هي راه مش مروه راه سؤال مروه على سؤال مروه اي صحيح خاطر 150 على الثقافه العامه على الثقافه العامه معناها سليم السنهاجي مرحبا هذا سؤالك هكا سليم يحضر لك في سؤال ان شاء الله سهل دونك السؤال نتاعي انا اسهل منهم فماش بزهرك اللي هو الحيوان الذي يصاب بالحصبه كالانسان حسب رايك القط الكلب ولا القرد يمرض بالحسبه فيسا فيسا قلنا فيسا هذه قبل راه قلنا قبل راه فيسا فيسا ما عادش عندك وقت راه عاود الاحتمالات سامحني القط الكلب ولا القرد فيسا القرد اش قلت القرد قرد. القرد برافو عزيز برافو 100 دينار في الكانيوتا عزيز سؤال سليم السنهاجي على 50 دينار سؤال في الثقافة العامة وسع بالك وسيس روحك مؤلف سلسلة عبقريات في الأدب العربي هل هو العقاد تحسين ميخائيل نعيمة فيسا 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 يا عزيز ميخائيل نعيمة غلط 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 العقاد العقاد هي الإجابة الصحيحة عندك 100 دينار في الكانيوتا ميرسي بوكو يا محمد عزيز هكا كي تميزيو عليا تربحوا جوست باش يعرف ريزولت فوالا دونك محمد عزيز ميرسي بوكو شي طيبة الحلزون اللي يمشي على ساقين انا نحب نربح يا خويا مشكلة دونك محمد عزيز اليوم ربح أكثر من شطر خلينا نقولوا ثلثين الكانيوتا 100 دينار يقعدوا 150 الغدوة غد يقعدوا 50 نزيدوهم ل 100 واليوم 150 غدوة مرة أخرى 72 328 دار الوسط عرفت 500 كي دار الوسط دونك هذه ساعتنا الثانية زيد اللي نكملوها معاكم